عرفتولوش تيصلحوا هادو كاين العصير للمناسبات لوالو الماء مقطوع في بني من الليل. ها انتوما شوفوا ما كاينش الماء اليوم 5 ايام والماء مقطوع. شوفوا كي دايره، هي عندي وحده هنا وعندي الاخرى هنايا، هاي شفتوها حطاهم حدا الربونيات هنا. نرجعوا لهادي دابا، هنايا كندير معنات كندوز لهم الصابون وداك الشيء. هانتوما صافي، دابا اللي دوزتها كتجيني ساهله القضيه، مش غادي نشل المعنات هكا، تنكون ديجا بحال عندي الماء نضربو من حدين، تكون ساهله. المهم اللي عندها شي قرعه تنوض جبده استعملها في هاد الايام اللي ما عندهاش الماء. شفتو تنشل نحط هنايا بلا ما تبقاو تضيعوا الماء ولا تخشيو في السطل وتشلوا بنفس الماء، كيبقى يدور داك الماء تديرو بيه تيبقى يوسخ هادي ويعجب يجي الاخرى. هانتوما شفتو معايا، يلا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الفكره، اللي عجبات الفكره تبارطاجيها مع صحابات اللي عندها هادي ولا اللي كتبيعهم ولا شي حاجه، استعملوها صرخوها من الزيت ونوضو ديرو فيها الماء.